الفاصل واخر فقره معانا النهارده في برنامجنا، وعايزه اقول ان الفقره الرابعه هتكون معانا الاستاذه رغداء السعيد، واللي هتحلل لينا شخصيه مي من خلال ايماءاتها وحركاتها، وهي خبيره لغه الجسد. خلي بالك، تعالي نشوف هتقول عنك ايه رغداء يا مي. مي اكيد دلوقتي بتبص لي وحواجبها بعيده عن عينيها ومستغربه وقلقانه جدا. ده اللي انا شايفاه دلوقتي وانا مش شايفاها. هي شخصيه قلوقه جدا، بتحب كل حاجه تبقى صح على قد ما تقدر، لانها مش دايما بتنجح ان كل حاجه تبقى صح، لانها بتبقى عايزه الحاجات كلها تبقى جميله حواليها. هي شخصيه بشوشه وشخصيه تحليليه انفعاليه، يعني ايديها الاثنين دايما بيتحركوا مع بعض في نفس الاتجاهات، وهي بتوصف كل حاجه كده بتلاقي ايديها بتبقى شايفه الحاجه، انها شخصيه بصريه شايفه الحاجه اللي هي بتعملها وعايزه توصلها للناس، فبتحاول ترسم الصور، يعني تقول دواير بتعمل دواير، تقول اتجاهات تعمل اتجاهات. كتير بتعمل كده، بتضم صباعها وهي بتتكلم، ده بيبقى رساله ليها هي شخصيا ورساله للي قدامها ان هو يتكلم بالراحه، لانها بتبقى نفسها تهدى شويه وتركز، بس ما بتعرفش لانها شخصيه هايبر جدا وشقيه جدا وبتتكلم بسرعه جدا جدا جدا. مشاعرها متدفقه، وساعات المشاعر دي ممكن تبقى في الحاجات السلبيه والحاجات الايجابيه، يعني ما تحب بتحب زياده قوي وما تكره بتكره زياده، ولو انها صعب انها تكره قوي، لان هي شخصيه حبوبه وبتحب اللي حواليها وما بتحبش تزعل حد ابدا، وبتخاف قوي على مشاعر اللي قدامها، وده بيسبب لها شويه متاعب، بتبقى دايما حامله الهم كده. بعد كده بتبقى ماسك ايديها، بتعمل حركه كتير قوي ان هي بتمسك ايديها كده وتسيبها، تمسك ايديها كده وتسيبها كذا مره، وده بيبقى بتجمع طاقتها وبتحاول انها تبقى تركز وتهدى عشان تقول الكلام باسترسال، لان هي من كتر ما بتبقى شايفه الحاجه قدامها والصور اللي قدامها بتتحرك بتبقى مش عارفه تركز غير انها لازم تعمل كده وتعمل كده. لما بتحب تركز قوي بتنجح انها تركز، بتعمل مجهود جامد وبتبقى ثابته قوي، وخصوصا لو حاجه هتتسال لها دايركت وفيس تو فيس. جميل يا مي. عرفت بقى تحليل الدكتوره رغداء السعيد، ايه رايك فيه؟ صحيح فعلا اللي قالته؟ لا، قالت حاجات كتير قوي كلها معظمها حاجات صح. ده حقيقه فعلا، بس انا ما كنتش اعرف ان انا لو عملت كده ابقى مركزه قوي، بس انا بعمل كده كتير فعلا، بس ما اخدش بالي بعمل كده كتير فعلا، بتكلم بايديا كتير وكتير قوي. ميس وهي بتتفرج عليا في اي انترفيو يا بنت تقولي خيلتيني ايديك يمين شمال يمين شمال، اهدي شويه وانت قاعده، اقعدي ركزه كده. اقول لها فلما بقعد ركزه كده ما بعرفش اتكلم، يعني بحس ان انا مش عارفه ركز. بتحبي تكلمي بكل، ما اعرفش، هي طبيعه. يمكن دي حاجات ابتديت ان انا اخد بالي منها لما ابتديت ان انا اخد دلوقتي، هبتدي ان انا اخد كورس تمثيل. في التمثيل ابتديت ان انا احاول ان انا اسيطر على ايديا حواجبي حركاتي، وابتديت ان انا احاول ان انا يعني، بس دلوقتي انا بطبيعتي يعني.